يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق لا تقولوا مسيحيين بل قولوا نصارى، ما هو نعم هذا الذي في القرآن. نعم المسيحيين معناهم أنهم يتبعون المسيح الآن، وهم ليسوا أتباعا للمسيح بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم به، لم يكونوا أتباعا للمسيح وإن انتسبوا فهم كفار. نعم لأنهم كفروا بالمسيح، كفروا بجميع الرسل، لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بجميع الرسل، أليسوا مسيحيين؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، فهل يقال هؤلاء مسيحيون؟ قال هؤلاء كفار، كفار النصارى، هؤلاء كفار النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهم كفار النصارى. نعم حتى كلمة نصارى سبيرة عليهم، يقال كفار النصارى. نعم.